بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. حضراتكم الطلب مني إن أنا أعمل فيديو صغير كده عن أطقم الملامين اللي موجودة في السيف جيلري. إن شاء الله أعمل لكم عليها فيديو للأخت اللي هي طلبتهم مني، هو فيديو صغير بس إيه عشان الأخت إيه تلحق تجيبه قبل العرض ما ينتهي، عشان العرض حضراتكم اللي هو الخصم 20% او خصم فوق الخصم هينتهي يوم السبت 21/8، وانا قلت اجي بسرعه اصوره لها قبل العرض ما ينتهي. هي دي يا جماعه الاطقم الموجوده، اطقم الملامين الموجوده في السيف جيلري اهو، تركواز ووردي وابيض ورصاصي. هو الطقم ب279 ريال بعد الخصم اللي هو من 10 ل60%، كان الأول ب349 دلوقتي ب279 ريال، وهتاخدوا عليه خصم 20%، والطقم 21 قطعة. طقم الملامين ده 21 قطعة، هما راصين بس عاملين عرض كده، لكن بقية الأطباق وكده في الكرتون، يعني بتاخدوه كامل بالكرتونه بتاعته، حط دول العرض بس يعني. اللون الابيض جميل برضو، وهو ما شاء الله الخامه بتاعته كويسه جدا، الخامه بتاعته ملامين نظيف. وهتسالونا هتقولوا له هو صناعه ايه، هو ايه مطبوع عليه السيف جيلري، والملامين بتاعه نضيف جدا ما شاء الله، وتقيل، تحس ان هو اصلا ايه زي البورسلين كده، مش ملامين، من ايه من النقاء بتاعه يعني، والجودة بتاعته ملامين عالي الجودة يعني. هو على الكرتون بيبقى مكتوب بلد المنشأ ايه يعني، بس هنا مش مكتوب. 21 قطعة. هو طبعا يا جماعة دلوقتي اغلب الحاجات ميدن شاين، بس ميدن شاين جودة نظيفة يعني، جودة عالية. ده اللون الرصاصي اهو، شكله بيلمع اهو جميل، والنقشة بتاعته جميلة برضو اهو. حتى الورد منه ما ساندين عليه. ثواني نشوف التركواز، المعالق بتاعته جميلة وقوية ما شاء الله وتقيلة. دول بتوع السلطة اللي بيجوا مع الزبدية بتاعت السلطة اهي. شوفي الزبدية التركواز برضو شكلها جميل جدا اهي. وعليها علامة السيف جيلري، حتى الطبعة الطبق من القاعدة بتاعته عليه علامة السيف جيلري. الورد برضو جميل بس هما ساندين عليه. الورد شكله حلو برضو اهو. يعني عندكم 4 ألوان، تختاروا اللون اللي يناسبكم، وعليه خصم كمان 20% اهو، من 279 وتاخدوا خصم فوق الخصم 20%. هنا في الشكل الوردي ده الخشبي اهو، ده 45 قطعة اهو، في كل شيء ما شاء الله 45 قطعة، والنوعية بتاعته جميلة جدا. ده خاص بالصوصات وتقيل جدا ما شاء الله، وعليه علامة السيف جيلري وميدن شاين اهو. هو صناعة صيني، عايزة اجيبها لكم اكبر يعني الحاجة اهو، السيف جيلري وميدن شاين وخامة نظيفة جدا. متوفر منه اللون ده واللون اللي هو الخشب الفاتح، ده خشب غامق، اللي فوق ده خشب غامق وده خشب فاتح اهو. الطقم ده كان ب499، نزل على خصم 200 ريال، بقى ب299، وهتاخدوا خصم 20% فوق الخصم اهو.
هما دول أطقم الملامين المتوفرة في السيف جيلري، وكلهم عليهم خصم ما شاء الله. في طقم تاني اهو عشان ما ننساهوش اهو، ده رخامي لونه اسود اهو، اسود في اصفر رخامي اهو. والطقم ده 19 قطعة، 19 قطعة ب199 ريال، وهتاخده خصم 20%، يبقى يطلع ب180 ريال اهو. هما دول متوفرين في السيف جيلري. بالمرة نصور لكم أطقم العشا، دي شكلها حلو برضو هي، بس دي مش ملامين، دي سيراميك أو بورسلين، شكلها حلو برضو. الطقم 24 قطعة، متوفر منه اللون الأبيض، اللون الوردي اللي هو البنك يعني، واللون الأبيض واللون الرصاصي. الطقم 24 قطعة ب209، وعليه خصم 20%. شكلهم حلو. الطقم ده برضو 24 قطعة ب295 ريال، وعليه خصم 20%، 24 قطعة. شكله حلو برضو، والنقش بتاعته جميلة، وبرضو سيراميك أو بورسلين. الطقم ده برضو اهو، ده طقم بورسلين صيني يعني. أطقم البورسلين جميلة جدا، الشكل ده حلو. الطقم ده ب800 ريال و58 قطعة، وعليه خصم فوق الخصم 20%. دول ما صورتهمش قبل كده، شكلهم حلو، والنقش بتاعتهم جميلة وشيك جدا ما شاء الله. الطبق شكله جميل جدا وفخم جدا ما شاء الله، وميدن شاينا، وهو درجة أولى بورسلين، درجة أولى يا جماعة، عالي الجودة والنقاء. حتى الفناجيل بتاعته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بصراحة شيك جدا ما شاء الله. شوف فنجان الشاي، بصراحة قمة الشياكة مع الطبق كده. أنا لما لقيته حلو أصوره، قلت أصوره مع إيه؟ مع أطقم الميلامين، إنه بصراحة يستاهل التصوير. بصراحة الصين اللي في السيف جيلري بصراحة قمة الجودة وقمة الأناقة يعني وكده، والفخامة. حتى الطبق ده ما شاء الله، شوف النقشة بتاعته جميلة جدا، بصراحة شيك جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 58 قطعة، كان ب1000 ريال، نزل ل800، وعليه خصم كمان 20%. وده نفس السعر برضه، برضه كان بتعتبر 999، يعني 1000 ريال بقت 800، وعليه خصم 20%. كلهم دول نفس السعر، التلاتة دول، و58 قطعة. ده برضه ده بيتعتبر ب750، وعليه خصم كمان 20%. ده برضو حلو قوي، رقيق جدا كده، سادة يعني، سادة، والنقشة الذهبي اللي على الحرف. شوفوا ثلاث اطباق جنب بعض، السكرية واللبانة والفنجال الشاي، ودي للمناديل والفوط. بصراحة شيك جدا. ده بقى جميل جدا، كل ما اشوفه افتكر انا ان انا ابريء الشاي واحنا عيال صغيرين. بس ده 66 قطعة، ومش على بس خصم 20%، اهو شيك جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، على خصم 20%. بصراحة قمة الشياكة والرقة كده، ده حاجة كلاسيك كده، الحاجات الكلاسيك من ايام الزمن الجميل. الابيض في المذهب ده بصراحة جميل جدا، وشكل الطبق جميل جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجات فخمة جدا. برضو ذهبي جميل جدا برضو،
دهب في ابيض برضو، ده كلاسيك. الكلاسيك رجع اقوى من الاول، ده كلاسيك برضو اهو، عليه خصم 20%. هو يا جماعة دي اطقم الملامين، وده شكل الكرتونة من بره اهو، متوفر منها كل الالوان دي. نختم هنا ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم بقى بالمودرن، ده هو مودرن على كلاسيك كده، يعني جميل جدا ما شاء الله. المربع ده مودرن وشيك جدا ورايق جدا اهو، كان ب1600 بقى ب1200، وعليه خصم 20% اهو. ما بعد شوية عشان يبان اهو، الشكل ده ب1000 وعليه خصم 20% يبقى ب800، و65 قطعة، شيك جدا. الشكل ده حلو برضو ورقيق، ده 49 قطعة ب339 وعليه خصم 20%، شيك جدا برضو ما شاء الله. ده شكل جديد في السيف جيلري، نختم عنده ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.